اليوم الفيديوهات راح يكونوا مراجعة للأنجولار ميجرمنتس واللينير ميجرمنتس، لأنه أغلبكم كان عنده مشاكل في القراءات لهاي الأدوات. تمام، راح نبلش أول شيء في الفيرنير كاليبر. الفيرنير أو كاليبر طبعا أجزائها بنتذكرهم وبنعرف كيف نستخدم الأداة، لكن كان أغلبكم مشكلته في القراءة. تمام، نستذكر بس شوي. عندنا هاي الفيرنير حكينا، في عندنا المين سكيل هاي فيكس جويند، وفي عندنا الفيرنير سكيل. تمام، الفيرنير سكيل هي الجزء المتحرك، والمين هو الجزء الثابت. حكينا انه احنا بنقيس فيها لينير ميجرمنتس، يعني اطوال اقطار ديبث طول او عرض وما الى ذلك. تمام، حكينا انه احنا بنحصر القطعه بين هذول التو جوز، ما بيصير نحصرهم في هذا الفراغ لانه اصلا فيه زياده ببلش من عند الصفر. وحكينا انه في عندنا الجوز اللي من فوق عشان نقرا الانترنال ميجرمنتس، هذول الانترنال ميجرمنتس وهذول الاكسترنال ميجرمنتس. تمام، حكينا انه في عندنا هذا البن عشان بعد ما ناخذ القراءه، بحيث انه ما يتحرك هذا الفيرنير سكيل، بنلف هذا بنسكره عشان تثبت القراءه ونبلش نقرا فيها. طبعا احنا اهم شيء عندنا ان يكونوا هدول الجوز بيكونوا تانجنت مع القطعه، ما بصير نحصر القطعه جواتها لانه احنا ما رح نقدر نطلعها. حكينا انه في جزء كمان عندنا من هون للدبث measurements. تمام، لكن احنا ما بنستخدمها هاي لانها مش كتير accurate. تمام، نستخدم الدبث كاليبر. طريقة قياسه رح تكون بنفس طريقة قياس الفير